سلام البنات، كي دايرين؟ هذا لاغوتي اللي كنتو طلبتوها مني، كيفاش كنخلي اولا كنحافظ على شعري وكنزيد من الكثافه ديالته وما كيكونش متقصف. اول حاجه البنات، كنستعمل هاد الانواع ديال المقبضات ديال الشعر باش كنيفيت الماكسيموم ان الشعر يطيح. ثاني حاجه والحاجه اللي مهمه للشعر باش تزيدي من الكثافه ديالته هي مساج لفرده الراس، لانه المساج كياخذ من 10 حتى 20 دقيقه من وقتك يوميا، ولكن راه شي حاجه مهمه للشعر. كاين هذيك الاولى اللي انا كنحماق عليها، كاين هذه الثانيه صغيره وفيها هذوك المقابض ديالها واسعين، حتى هي كتعجبني، كدير لافير ديالها مزيان، يعني كاين واحد المساج لفروه الراس من داك الشيء رقي. كاين هذه الثالثه اللي كتقدري تحليها وتعمريها بلو برودوي اللي بغيتي، سواء تشقيقات ديال الشعر او السيرومات او كذلك الماء ديال اليزير مع الويل اسونسيال ديال اليزير مع الماء مخفف رائع، كديري بها مساج هكا دائري للشعر، غزال 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 حتى هي. وهذه رفيقه ديالي لانه انا بزاف كنعاني من الشقيقه، وهذه تتعاوني وعاد كتحك لك الفروه ديال الشعر ديالك من الاعماق لاعماق الاعماق ديال الشعر ديالك، يعني شي حاجه اللي زوينه 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 بزاف. الى عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا